باسم يسوع المسيح لكم في سور. أنا مبسوط عشان أكون في وسطكم الليلة وأشوف ناس تانيين لزمن طويل أنا ما أشوفهم، فأنا مبسوط جدا أشوفكم ونحضر احتفال بتاعت عيد ميلاد بتاعت أولادنا وبنتنا بتاعت بطرس صموئيل وزوجة سيما. فأنا ما مش نتكلم كثير، لكن قاعدين إحنا نقرأ في كتاب المقدس، زول يرجع بعدين في إنجيل لوقا الأصحاح 2 الآية 40 إلى 41. وكان الصبي ينمو يتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه، وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. الإنجيل الجريلاو بيتكلم عن يسوع المسيح لما كان صغير وهو صبي، قال كان بينمو نمرة اثنين ممتلئا بالروح والحكمة، ثلاثة حاجات، هو بينمو ممتلئ بالروح وعنده حكمة، ده ثلاثة كلمات أنا داير نتكلم عنه عشان نتشجع به في عيد الميلاد، لأنه بيتكلم عن الجنة الصغيرة اللي هو يسوع. هو وقت ده كان 14 سنة، كان في عمر الولد ده لكن أكبر منه بسنة واحدة. فكلام ده مهم للناس الكبار اللي قاعدين هنا. العيال ده نتيجة بتاعت الزواج، الزواج عمر ربنا في هذا الدنيا. ربنا من خلق آدم وحواء هو أداهم كلام كويس. أول حاجة المعنى بتاعت الزواج نمرة واحد يكون في شركة بين الزوجين، الشركة يعني علاقة كويس بين الرجل والمرأة، ده الهدف بتاعت الزواج. الهدف من الزواج ان يكون في علاقه كويس، تقدر تتونسوا سوا، تقدر تشاركوا سوا، تقدر تفكروا سوا، ده كلام نمره واحد. ليه انا قلت كلام نمره واحد؟ لانه ادم لما ماشي بالشريك بتاعه قال يا اخي انا شفت الناس كلهم والحيوانات عندهم شريك، لكن يا انا ما عندي شريك. عشان كده ربنا عملوا نام نوم عميق في فكره بتاع ادم، ما ان يكون عنده عيال لكن عنده زهر يكون عنده الشركه معاه. ده كلام نمره واحد يا جماعه، نحن الكبار الزواج ده الشركه وده العلاقه الكويسه بيننا. هلا لما نقول علاقه كويس ما معناه ما في مشاكل، نحن ممكن بعض مرات مشاكل لكن كيف نحن نرجع سوا نتفق. ده الحاجه المهم جدا جدا، الزواج ده كامل، الزواج الكتابي كامل، كان في عيال ولا ما في عيال ده زواج كامل. لكن نحن بعد مرات في افريقيا بنفتكر مرة لو ما بتولد او رجل ما بتولد ده زواج ناقص، لا، نحن المسيحيين الزواج الكامل هو بين الرجل والمرأة بدون أي شروط إن يكون فيه عيال ولا أي حاجة، لو ربنا أداكم عيال ده نعمة. وإذا كان النعمة ده أداكم له فيه مسؤولية. نحن عايزين العيال لكن عنده مسؤولية كبيرة جدا جدا. يعني الكتاب بيقول يسوع أو الصبي أو الطفل يسوع كان بينمو، كان بيترفع، والنمو ده الجانب الكبير من الله، لكن عندنا واجبات. لو ربنا اداك عيال كويس، لو ما اداك عيال كمان اتمسك بزوجتك وعيشوا حياة سعيدة ربنا اداه لك. طيب العيال الصغار ده أمانة، ده ما بتاعنا، ده أمانة بتاعت الله عشان نحن نحافظ على العيال. أول حاجة نحن نوفر لهم شنو؟ الأكل. نوفر لهم الموية. نوفر لهم عن قريب ينوموا فوقه. نفتكر حاجات في أمريكا هنا ما عندهم مشكلة. النمو نحن هم نشوف الجنة بينمو كيف، ربنا هو بينميهم. لكن الحاجات ده لازم توفر، عشان توفر الأكل توفر الحاجات ده كله لازم أنت ما تكون كسلان، لازم تكون زول شغال. لأن الشغل ده مهم جدا جدا، ربنا قال الزول اللي ما بيحب الشغل ده خليه ما ياكل.
الشغل ده مهم جدا جدا. انا كرجل وانت كمراه لازم نحن نشتغل، لازم نحن نشتغل، كان في الليل كان نهار نحن نشتغل. لان ربنا لما خد ادم وحواء في جنه عدن خدهم هناك عشان يشتغلوا يفلحوا الارض. فعشان كده العمل ده مهم جدا جدا في حياتك. انت لو ما بتشتغل تكون فقير، انت لو ما بتشتغل تكون حرام، انت لو ما بتشتغل تكون شحات. والناس بيقول يا اخي الزول ده ما قاعد يشتغل، الزول ده ما قاعد يعمل اي حاجه. ما في زول بيحب زول ما بيشتغل. كان مره ما شغال ناس رجال ما قاعدين مره كسران ولا شنو يا جماعه؟ ها؟ ها؟ واذا كان الرجل برضه ما شغال، الرجل اللي ما شغال كمان، الرجل اللي ما شغال كمان ما في نسوان بيجيبوا صح؟ النسوان ما بيجيبوا الرجل اللي بس بينوم بياكل بيشرب. نعم. أنا قاعد أقول لهم، مش أنا قاعد أتكلم، لكن الكتاب بيقول الناس لازم يشتغلوا عشان يعني الرب يعني. مش أنا لكن الكتاب بيكلمنا، الكتاب بيكلمني وبيكلمكم أنتوا كمان. أمين يا جماعة؟ طيب فنحن لما نمشي كده، والمناسبة أنا قال لو كان عندي الزمن أنا كان هتكلم معاكم كثير، لكن أنا عندي شغل في كولورادو، شغل مهم. عارفين الناس قاعدين يموت في السودان، تعرفوا مش نتكلم عن الناس دي. عندنا انترفيو بكرة عشان كده يومين أنا ماشيين، ما ماشيين عشان أنا مستعد. ف عشان كده مهم جدا نحن نكون عندنا شغل عشان نربي عيال. نمرة ثلاثة، رب لما نديك عيال لازم توفر لهم الجو المناسب. الجو المناسب، النمو العيال زي نمو الشجر، الشجر لازم يكون في جو مناسب، الجو المناسب ده يكون فيه موية، يكون فيه سماد. عشان الشجر تنمو كويس لازم يدوم موية وكده. نحن كمان عشان عيالنا ينمو كويس لازم نحن نوفر لهم الجو الكويس. الجو الكويس ده يدو لازم تكون عندكم علاقه كويسه، انت الرجل والمراه تكون عندكم علاقه كويسه، عشان الرجال لما يبقى كبير بياخد منكم. علم النفس بيقول انه العيال الصغار زي ورقه بيضاء. ورقه بيضاء ده بيكتب فوقه. بيكتب فوقه. لو اتربى جنى لقى ابوه قاعد يعمل حاجات ما كويسه ولا هم ما قاعد يعمل حاجات كويسه، برضه بيكتب حاجات ده في الصفحه بتاعته. عشان كده يا جماعه نحن لازم نكون عندنا علاقة كويسة ربنا بيتكلم عنه عشان الجنة ينمو في جو كويس. الجو الناس بيشاكلوا، الجو الناس عندهم خلافات، دي ما بتساعد الجنة عشان ينمو نمو كويس. ف نمرة اثنين، الكلمة الثانية، ده الكلمة الأول، الكلمة الثانية قال كان ممتلئ بالروح. الجنة صغير ممتلئ بالروح، والروح عشان انت تمتلئ بالروح ده لازم الاب والام يكون مسيحيين كويسين. نحن مسيحيين هسه لازم يكون في قراية الكلمة، يكون في صلوات في البيت، لازم يكون في صلوات في البيت. الكنيسة ما بينتهي بس ب لما نجي الكنيسة، لكن الكنيسة بمشي لحد البيت. انت الحاجة الثانية، نحن ما بنخلي عيال بس ياكل، لكن احنا بنديهم الغذاء الروحي، لان احنا بنحبهم. الحياه اللي انت لقيت في الرب يسوع كابوين لازم احنا نديله يا رسول. لازم الانجيل يكون مفتوح. الانجيل يكون مفتوح ما معناه انت ممكن تبشر، ممكن تنادي ابونا تقول له يا ابني تعال بشر لك البيت، انت الحق. تنادي مكران، كان في السودان، كان في هنا، كان في يمن، تقول له انا عندي ده تجي تكلم لك في البيت الليله. حتى لو مبشر، حتى لو مره، تقول له انا عايز انت تجي تكلم لك. لازم الكتاب ده يكون مفتوح. نحن ما بنكون مبسوطين اذا كان ربنا جاء ويانا مشينا النار، ده كلام بيكون كويس؟ ما بيكون كويس. زي ما نحن بنحب عيال الصغار لازم نديهم الكلمه بتاعت الحياه اللي هي الكنيسه الاهليه. ف فنفس الوقت نحن لازم نعلم عيالنا حاجات الكويس، الطاعه. نحن نغرس في العيال حاجات الكويس. الشتيمه الكعب، انا مرات سمعت الناس بيقول لي عيال انت زول بليد، انت زول ما نافع، ده كلام ما كويس. سيكولوجيا او علم النفس بيقول كلام، لما تقول عيال كلام زي ده بيجي بيبقى حاجه كعب.
وفي ناس عندنا في زمان بتدوب ليال كثير، لما تدوب ولد كثير بيجي فوق الخواطر في النهاية، بيجي فوق الخواطر. لما تشد ليال كثير بيجي فوق الخوافين. الحمد لله في أمريكا هنا ما بسمع عليكم تدوب ليال، لكن برضو ربنا في حاجة كويسة عشان يقدر يمشي من ده. وآخر حاجة قال إنه الزوجة كان يسوع كان ممتلئ ب يسوع كان ممتلئ بالحكمة. الحكمة الحكمة بتاعت الله ما بيجي من الإنسان، بيجي من الله. نحن عارفين سليمان لما سألوه أنت داير شنو؟ قال أنا داير حكمة. الحكمة مهم جدا جدا في أسرنا. أنت لو عندك حكمة الرجال قالوا قدام، قالوا قدام المهمات، قالوا قدام عشان الناس يجي لهم مكان يقعد طوال ما يعمل سوشي. شكرا. فالحكمة مهمة. في ثلاثة حاجات أنا لاحظت في الحياة بتاعي بلغة الناس، بلغة زوجين تمرة أو راجل أو جنس صغير. الحاجة نمرة واحد الأصدقاء الأشرار. أمشي كده أعمل حسابكم مين الصديق الأصدقاء الأشرار. دين ناس صعبين تتنشي سواء كان ليجي انت شخصيا ولا اذا كان للايام بتاعك، يعني تعرف اصحابهم دين منهم، دين منهم بيقعد مع ايام بتاعك، ده كلام مهم جدا جدا. انت كراجل لازم تعرف منو كان تقعد معاه، لانه بالراحه بالراحه الاصدقاء الاشرار ما بيجوا لك انا زول ما كويس، لكن بالراحه بالراحه بيجوا لك بالراحه. حتى النسوان لازم تشوف الزول اللي انت بتقعد معاه، الزول ده هل ده زول مناسب؟ ولا ده صديق خلاص اذا كان هو whatever he's doing you don't do it. بس قطاع الاشرار ده نمره واحد. نمره اثنين حاجه اللي بتدمر عيالك، انا قلت نمره واحد ده الاصدقاء الاشرار ممكن يمشي معاهم في حاجات ما كويس. حاجه اثنين الحاجه اللي بتدمر عيال الخمور. بتدمر عيال ده الخمور بتدمر انت وبتدمر انت كمان. الخمره بيجي معاه دراكس، بيجي معاه حاجات كتير. حاجة زي ده بيفرتقك، بيفرتق الأسرة بتاعك وبينتهي منك. مريسي موجود هنا في أي محل، مبسوط من الناس اللي فاهمة الدنيا ياخد مريسي. مريسي ده ما معناه أنت لو ما بتاخد أنت بتكون ناقص. ربنا لما أمر المخ ده أمر المخ كفاية ومليان، ما بيشتغل بصعود ولا بسيجارة ولا بمريسي. نو مخ ده كامل. الخمرة ده لو عيالك كان يشربوا الخمرة انت تخلي بالك، وده اللي بيقول الأصدقاء الأشرار ده بيقول الكلام ده، الكلام ده مرتب. الأصدقاء الأشرار بيجوا لك للخمور دراكس حاجات ده كله، انت بعدك تلقى نفسك شنو؟ انت دمرت ابنك أو دمرت أسرتك ودمرت المجتمع بتاعك. الحاجة نمرة ثلاثة يا جماعة الرجال والنساء. أنا لما نقول الرجال والنساء يعني في رجال دارين يلخبطوك ساكت، يلخبط بناتك، يلخبط مراتك. عمل حساب من الرجال جايين ياخذ البيت بتاعك، جايين يفرتك الاسره بتاعك، جايين يلخبط البيت بتاعك. وانت كراجل كمان من ناحيه ثانيه في نسوان ما كويسه. انت لو ما خليت خليت بالك يدمر بيتك ويدمر ممكن اولادك. دي ثلاثه حاجات، الاصدقاء الاشرار، الخمور، والنساء والرجال. دي الحاجات اللي دايما بتيجي له والحكمه مهمة. اخر حاجه الكتاب بيقول كان كان كانوا وكان ابواه يذهبان كل سنه الى اورشليم في عيد الفصح. يعني كان الاب بتاع يسوع هو مريم ومنو؟ ويوسف. كانوا كل سنه بيذهبوا شنو؟ لاورشليم للعيد. مهم جدا جدا ان احنا نقود عيالنا يعني للكنيسه يا جماعه. مهم خالص خالص. عيالك ده جيبهم في الكنيسه. حتى لو في شنو جيب عيالنا في الكنيسه.
لأني هناك ربنا بيلمسهم يباركهم. لكن انت لو خليتهم بعيد ربنا بيجي بس على عيالك انا اديتك لهم، الاسره انا اديتك لهم. الرجل مسؤول عن الحياه الروحيه بتاعت الاسره بتاعت المراه بتاعت الام. انت كرجل انت مسؤول، ده مسؤوليه بتاعك. واذا كان رجل ما في انت المراه مسؤول عن الحياه الروحيه بتاعت الناس دي. ربنا بيجي بس منها. الهديه اللي انا اديتك لهم قدر شنو انت عملت. فانا ماشي نجيب هنا هيكون في يوم ثاني نحن نتكلم اكثر واكثر. فأنا مش ننتقل لحاجة جديدة. ممكن قبل ما نمشي هناك نحن ممكن نصلي من الكلمات ونبارك لعيال المشين ممكن في المناطق بتاعهم الليلة، ربنا يقدر يباركهم، ربنا يقدر ينميهم عشان يكون عندهم حكمة زي يسوع، ينمو في الروح ويكون عندهم حياة سعيدة ويكون عندهم بركة في المسلم. فنحن نصلي. Thank you.